رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومؤسسات التمويل الدولية. التقى الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وحضر الاجتماع وزيرة التعاون الدولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي ونائب مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومسؤول وزارتي التعاون الدولي والإسكان. وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر لتدشين تعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار في أحد أهم المجالات ذات الأولوية لمصر، وهو تحلية المياه، باعتبار أن ندرة المياه يمثل التحدي الأكبر الذي تعمل مصر على مواجهته خلال الأعوام المقبلة. أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تعظيم استغلال ما يتوافر من موارد مائية من خلال مشروعات تحقق أقصى استفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة. كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع التحول إلى نظم الري الحديث وما سيثمر عنها من توفير في المياه وتقليل الفاقد. وقال مدبولي أن كل المدن الساحلية الجديدة تعتمد على المياه المحلاة، وسوف تلحق بها المدن الساحلية القديمة تباعا. أنا معايا الأستاذ شريف سمير مساعد تحرير رئيس الأهرام، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يا أستاذ شريف، لما نيجي نتكلم على هذا الخبر احنا بنتكلم على تواجد دولي ل يعني تعظيم الاستفادة من مشاريع وإطلاقها، وعلى رأسها تحلية المياه. هذا الملف من الملفات الهامة جدا، كيف تقيم هذا التعاون الدولي وهذه المشاريع في الفترة الحالية وأهميتها لمصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله وحضرتك فتحت ملف مهم جدا، ملف شائك وشديد الحرج، ومن سنوات طويلة جدا كان في اهتمام بفكرة تحلية مياه البحر عشان يبقى في مصادر بديلة للمياه النظيفة. وأعتقد المشروع دوت على فكرة كان في يعني دكاترة وعلماء مصريين عايشين في الخارج بقالهم سنين طويلة جدا حطوا بذرة المشروع دوت، منهم على سبيل المثال الدكتور عبد المعز بيومي واستاذ الهندسه الوراثيه، وفي علماء كثيره جدا اهتموا بفكره تحليه مياه البحر. لكن المشاريع دي مع الاسف الشديد فضلت وقت طويل جدا في درج المكاتب ولا ما تلقاش اي اهتمام او رعايه من الدوله. كون ان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي يلقي الضوء على مثل هذا المشروع ويحاول احيائه من جديد، ده في حد ذاته مؤشر ايجابي جدا. المهم ان هو يتبعه خطوات جاده في التنفيذ والاستفاده من الايه الخبرات الدوليه او التعاون الدولي، علشان الموضوع بس مش هيبقى مفيد على المستوى المصري، لا ده ممكن يكون مفيد جدا عربيا وافريقيا من خلال مصادر المياه الموجوده والمحيطه حولنا. ايوه. طيب لو انا جيت اتكلم على تفعيل هذه الابحاث العلميه والمشاريع وخروجها من الادراج، النهارده الدوله بتتكلم وبتربط ده ان انا بحلل المياه وعندي مشاريع لتحديث الري على مستوى الجمهوريه، ده تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه. هل ده هيسهم في التوسع في استصلاح الصحراء وزراعة أراضي جديدة؟ طبعا إلى حد كبير جدا ممكن يفتح أفاق كبيرة جدا في استصلاح الأراضي الزراعية، تحويل المساحات الصفراء إلى مساحات خضراء، تفعيل طرق الري الحديث والأساليب الحديثة في استصلاح الأراضي، وخصوصا مع تزامنا مع مبادرة حياة كريمة. لأن زي ما قلت لحضرتك في موقع يعني في سياق سابق قبل كده، إن مبادرة حياة كريمة هدفها الأول هو التنشيط الرقعة الزراعية، لأن احنا مجتمع زراعي بامتياز وفي المقام الأول، وبالتالي كلما نجحنا في استصلاح الأراضي وإقامة ونشأة المجتمع الزراعي، كل ما ده أدى إلى مجتمع صناعي، وده أدى إلى مزيد من ضخ الأموال في خزينة الدولة وتحقيق مشروعات قومية على أعلى مستوى. المسألة بس متوقفة على زي ما قلت لحضرتك على جدية الحكومة في تنفيذ الخطوات دي، وإنها تسرع فيها، ما يبقاش في منطق السلحفاة في التنفيذ والإجراءات. وفي نفس الوقت لابد ان يكون في تشريعات قانونيه تساعد على الاستفاده من مثل هذه المشروعات، والاستفاده من العقول المصريه والعباقره المصريين اللي عندهم عشرات بل الاف من براءات الاختراع في هذا المجال. فعلا. انا بشكر حضرتك بالتوفيق دائما استاذ شريف سمير نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، شكرا جزيلا. احنا بنتكلم النهارده على توجه مهم جدا من الدوله، اول مره نشوف هذا الاهتمام وهذا الوعي. انت بتتكلم على محدودية مواردك المائية، انت بتتكلم ان حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، دي الحصة الاساسية اللي انت بتعتمد عليها في كل الانشطة اليومية
ومنها القطاع الزراعي اللي بيستهلك النصيب الأكبر. 55 مليار متر مكعب من وقت لما كنا 30 مليون نسمة. النهاردة احنا بنتكلم على 110 مليون نسمة، بنتكلم على زيادة سكانية 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، بتزيد دولة. فأنت لازم يكون في تعظيم والاستفادة من كل قطرة مياه. أنت عندك أماكن بتعتمد على مياه الأبار، المياه الجوفية، ودي بيتم إدارتها بشكل علمي من سنين طويلة، أن أنت ممنوع أن أنت بقى عندك ري بالغمر، أنت بتروي ري أبار، تحديث الري. طيب معنى كده أن أنا بكون في الأراضي القديمة المياه البحاري الجميلة موجودة يبقى فيه هدر ليها، ولا أن أنا أصون نعمة ربنا سبحانه وتعالى؟ أمانة في رقبتي، المواطن عليه دور كبير جدا. طب المواطن هيتحمل ده ازاي؟ اذا كنت انا بطلب منه واقول له تعالى حدث ري في هذا التوقيت، فده هيتطلب منه بعض الخطوات. اول حاجه، في ناس كتير هتسمع كلمه تحديث الري هيخاف، انا يقول لك انا ما عنديش المقدره العلميه اللي انفذ بيها شبكه الري دي. مش بتكلم على الماديه دلوقتي، ان انا هبتدي خطط ارضي وهعمل خطوط الري ازاي، والشبكات دي هتبقى نوعها ايه، هتعيش معايا كام سنه، طب انا الاشجار اللي عندي هينفع تشتغل ري بالتنقيط، طب انا المحصول اللي بزرعه هيناسبه ري بالرش، ولا ايه الاجراء اللي انا هتخذه؟ هيبقى محتار. عندنا جهاز تحسين الاراضي ومعهد الاراضي والمياه بيتحملوا هذه الجزئيه، وقطاع الارشاد بيقوم بدور كبير جدا، وجولات مكوكيه يوميا على مستوى الجمهوريه. عاوز اقول لحضراتكم طول الاسبوع الماضي 10 ايام تقريبا داخل محافظه الوادي الجديد، داخل محافظه الوادي الجديد من مركز لمركز لنشر الوعي والفكر. وزارة الزراعة هي اللي من خلال أجهزتها هتتحمل تصميم هذه الشبكات، التصميم الفني. هيتبقى دور التمويل. من لا يمتلك المقدرة المالية، البنك الزراعي بقرض 5%. وتم اعتماد بعض الشركات لتنفيذ شبكات الري. ليه؟ علشان يكون التصميم مناسب هندسيا، الأدوات اللي هيتم استخدامها تكون أدوات تستطيع أن تتحمل أطول فترة زمنية، اللي هيتسلم وزارة الزراعة أو الأجهزة المختصة، معهد الأراضي والمياه أو جهاز تحسين الأراضي. يعني الفلاح هياخد أرضه فيها ري حديث شغال. طب هيستفيد إيه؟ ما أنا هدفع، ما انت هتمضيني على قرض. هقول لك لا، انت هتستفيد كتير. اولا عدد ساعات الري هي هتقل، فالتكلفه اللي انت بتدفعها النهارده عشان تشغل يا اما بالجاز او السولار او بالكهرباء ايا كان هتقل. انا بدل ما بقعد 6-7 ساعات شغال بروي، لا ده الموضوع هينزل للنص، يبقى 3 ساعات مثلا. فانت التكلفه بتاعتك دي قلت. كميات الأسمدة اللي حضرتك بتضيفها دايما وبتشتكي ان هي ما بتكفيش وعايز الجمعية تصرف لي حصة زيادة هتقل، لان انت هيحصل معظمة في الاستفادة من الأسمدة. الأوني او القنوات اللي هيتم ردمها خلاص انا بقتش محتاجها، اللي انا بستخدمها في الري بالغمر دي هيتم ردمها، فهتدخل معايا في مساحة الأرض وهزرع عليها، فدي كميات زيادة. مشاكل كتيرة بقى زي عفان الجذور وزي أمراض فطرية بسبب الري بالغمر هتختفي، ففي زيادة في الإنتاج عموما. لو قارنت ده بجدوى القسط أو بجدوى أن أنا أنفذ الري الحديث، هتلاقي أن أنا اللي كسبت أنا كفلاح.